ودلوقتي هنتابع مع بعض نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات نشروا إيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، والبداية كالعادة من فيسبوك. هنبدأ فقرة فيسبوك من حساب الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللي نشر الصورة دي وأعلن جدول مباريات بكرة في صالة استاد القاهرة في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة واللي بتتلعب في مصر من 5 ل 14 سبتمبر. طبعا بنتابعها كلنا حصريا على شاشة قناة تايم سبورتس. هتلعب بنات مصر بكرة بإذن الله الساعة 8:30 قدام فريق تايلاند في مباريات تحديد المراكز من التاسع للسادس عشر.